انت اسمك منو؟ كنت انا ولدي اسمك منو؟ Sigala,
وكجلام بالمران يا غرنا يا بكوري كواي كرس قشونا والزارة يا رجع سلامي سبيل مشكلة اسمك منو؟ من منطقة شات الدمام هنا؟ اي لما كان كلام بتاع حرب بيتي كنت وين؟ انا اي بيتي؟ انت ذاتك كنت وين؟ ما هنا انا جيت هنا ما مشيت الجبل فوق ولا؟ لا مشيت ايوه وين انت حاسس كده ممكن توصف لي بيتك كنت فيه وفي الجبل فوق؟ ده ولد ولا بيت حسي؟ ده كان بتربى حسي؟ يا برر برر ها؟ يا عجوزة Where? بامية كثير هنا ما شاء الله ناس بيحبوا بامية هاي كم تقريبا كده في تراب لا لا هنا في الجبل ده تدس وين ندس جوا في خندق هنا ولا تعمل كركور لا من الكركور كركور في زي اتو واحد هنا ما فات قريب انت وريني في واحد لا هنا في التخت هنا في بس وين تقول له انا مخاطب اهو ولا شنو ده؟ لا جوا فوق ده شنو؟ سري لا ده ولا شنو؟ لا 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 ده سري بسمسم؟ لا ساقط بس ده زرعتيه انت كله؟ ده زرعتيه انت؟ لا الزراعة ده زرعوا منه؟ زرع هاي انت هو زرعوا؟ ما شاء الله في الزرع شمسة
زرعتي وين مع الجبال دي؟ زرعتيه كده. وين؟ نص ورا الجبل ده النص كده. زرع بتاعك من ورا الجبل؟ كويس. ورا الجبل بالنص كده. لما كان في حرب انت كنت مشيتي وين؟ انا؟ اي انا مشيت اعمل كده زرع. لا وقت بتاع حرب دي انت جرى وين؟ انا جريت من هناك. جريت انا مشيت كركور فوق في الجبل. وبعدين دلوني تحت. منو دلاكي؟ ما كلام الناس ده حكومة ده. ايوه. حس انت عايش احسن ولا زمان؟ زمان يعني احس ده احسن. حسي ولا في كركور؟ لا في كركور خلاص. انا ما في كركور. حسي عايش احسن يعني؟ خلاص انا جاي بروح بس خلاص. الحمد لله الحمد لله. ما في كلام ثاني. الحمد لله خلاص سلام تمه. ما في وجه ثاني. الحمد لله. انا بقول له جوا ساقط في سرير ده زمان. انا ما لقيت سرير ده. لا خلاص مفتاح خلاص ما في وجه. الحمد لله. الا بس كلام. وقرعه ده برضه بتاعك انت مش كده؟ ده كله بياكلوه في سنه ولا في كم؟ السنه ده نص. ونص الثاني من وين؟ النص الثاني ده والله ما بتم. بتمو من وين؟ ما بتم. لا لكن بتجيبوا من وين الباقي؟ ما انت قلت ده بيتمك نص سنه. ده شنو؟ الاكل ده الأكل. ده بتاع نص سنه. النص الثاني بيجيبوا من وين؟ ده النص بس. النص؟ ما تحسوا. حشو؟ ايوه كويس. بحسوا. يعني انتوا في زراعه بس ده حشو بعدين كنتوا. في زراعه وفي جبركات تحس. تمام مبروك. زرع اخضر لكن؟ ده برمه لا اخضر. الجواو ده شنو؟ ده زرع. لا ما هاجع لكن انا قطيت ماني من الحرير. ياهو. ده يعمل فيه مريسه. ده تسوي مريسه تمام. هاي. هلا انت صايمه ولا ما صايمه؟ انا؟ انت عارف رمضان بدا الليله؟ انا ما اقدر. نسو؟ ليه ما انا بقى القدير خلاص. لا ما انا باطل. نقدر من الظهر من الصباح نقدر. طيب شباب دي ما يصوموا؟ ده بيصوم. انا صايم. انت صايمه؟ اي لكن ده ما صايم. ليه ده صايم؟ مبروك. طيب مع السلامه. كده دايرين نسو. شوفوا المنطقه وسط منطقه هنا الناس. بعد السلام والأوضاع كيف الظروف التجارية يا شباب. إن شاء الله تمام كده. إن شاء الله رمضان كريم. لا كريم ده بتاع كم يوم ما شاء الله؟ بتاع الليلة بس؟ بتاع الليلة اهي. ما شاء الله يعني في تجارة ماشية كويس؟ كويس كويس شديد. كده نسمع منك. اسمك منو انت؟ اسمك منو؟ انا اسمي حرور. تاجر من بيتين هنا؟ تاجر له سنتين. والمكسب ماشي كويس ان شاء الله؟ الحمد لله. قاعدين نشتري منك شنو اكتر حاجة؟ بيشتري بناتلين بوسان وكده. كده حسي بصراحة ورينا الليلة بعت بكم تقريبا؟ الليلة غايدة بيده ب 50,000. ما شاء الله. والله كويس. وكل يوم ده المعدل؟ هذا يوم كذا يوم كذا. من الساعة كم لكم بعت بال 50,000 دي؟ من الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 10 9. والله ما شاء الله يعني كويس جدا. الله ربنا يوفق ان شاء الله. والسلام ماشي كيف هنا؟ الحمد لله كويس. السلام كويس جدا ما في اي كلام. طيب سمعنا انه يوم الاربع حتى اخواننا اصحاب الحركه بيجي يبيعوا حاجاتهم في السوق هنا. بيجيبوا حاجات تمام؟ لا بيجيبوا حاجات تمام. جميع السلع بيجيب لنا. والله كويس. يعني معناه انتوا دي منطقه بتاع تداخل وسلام كويسه. الحمد لله يا رجل. اسمها شنو المنطقه دي؟ اسمها شنو؟ ايرا. ايوه. القبائل اللي فيها شنو؟ القبائل اللي فيها نوبة. يا تنوع النوبة ما قبائل ذاتها في البيوت؟ طبعا فيها يعني شعوية فيها طو وبرضه فيها قبائل ثانية لكن ديلك ما حافظان. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. اخونا رئيس الغرفة التجارية ممكن تعرف نفسك؟ نعم التجاري موسى محمد رئيس الغرفة التجارية بمنطقة ايرة. اهلا. حصل شنو الجواب اللي جاك من الناس والله الحركة؟ جاني الجواب من هناك بانه دايرين التجار يتعامل معاهم يمشي معاهم هناك والعربات تمشي
هم ما عندهم مانع، لكن انا ردد لهم قلت لهم اذا كان بتتحمل النتيجه التاجر بمشي هناك بحفظ ماله ومن تلقاته واي حاجه ما عندنا مانع، التجار يمشي طوال ودينا لهم الرد لسه مجانا. طيب حسيتوا بالنسبه لكم شيء اللي عرفناه انه يوم الاربع ناس الحركه بيجوا بيبيعوا حاجاتهم في السوق عندكم هنا معم. وانتوا برضه في افتكر يوم الاثنين ولا بتمشوا برضه تبيعوا هناك؟ عندنا يوم الاثنين الناس بيشيلوا بضاعه هنا بيمشوا الشاوره. ايوه بيساوق اذا كان لقوا حاجه من هناك يعني بتنفع معهم في السوق هنا بياخذوها بيجيبوها راجعين. الشاوره دي على بعد كم من هنا بالرجلين؟ والله بس الحته دي طبعا انا ما متاكد منها، لكن بالرجل كده 3 ساعات. 3 ساعات ايوه خير، يعني احنا عايزين التواصل الجيد هو اللي بيخلي السلام يكون راسخ ومستمر يعني ان شاء الله. والله لا زال ما في اي حاجه يعني، احنا لا زال ماشيين كويسين. مضبوط جدا. اي ربنا يوفق. هل انتوا كغرفه تجاريه عندكم دور يعني في تقديم الخدمات للناس في مجال الصحه وفي مجال المياه؟ والله الحمد لله مساعدات. احنا دورنا هنا كبير والناس المنطقه ممكن يوروك والشرطه ممكن توريك واي حاجه. واول ما بدا السلام اول مفاوضات يمكن احنا مشينا قابلناهم. رسلنا مناديب من هنا مشوا قابلوهم اول ناس يمكن مع ناس المنطقه هنا قبل الحكومه ذات. السلام عليكم يا ولد. السلام عليكم يا ولد. كيف كويس؟ بسلم عليك. شاي شنو انت؟ لبن؟ كده تعال. تعال. مبروك، جبت من وين اللبن ده؟ اشتريته ولا حلبته؟ من غنمايه ولا من بقره؟ حقتكم؟ انتوا عندكم كم بقرة؟ ستة. ستة؟ ما شاء الله، من زمان الستة دي كانوا عندكم ولا حسي اشتريتهم؟ دوات اشتريناهم. والباقي؟ الباقي من زمان اشتريناهم. الباقي اشتريتوه؟ وخاتينهم وين البقر ده؟ هناك في زريبة؟ شكرا جزيلا، مع السلامة. School of Airy. It's four classes. Four classes. Now the school on vacation since May. كان في شريك غلاس هنا كان في لكن. هذا يقول للوزير جاي مثل الوزير حاجي هنا. اي. هذا الاستاذ. اسمك من انت؟ اسمي شادين. ومن وين حلق لك يا شادين حلاقه دي؟ دي موضه ولا شنو؟ ها؟ منو حلق لك؟ شادين؟ حلق لك منو؟ اختك؟ تمام. مدير المدرسة ان شاء الله. كنت عرفنا بنفسك لو سمحت. اسماعيل الزبير اسماعيل. يا مرحب بك. ان شاء الله. احنا سمعنا المدرسة دي قافلة من شهر 5، ليه؟ والله يا هذه المدرسة نحن كان في اجازة بتاعت الفترة. نعم. عشان ما المعلمين يمشوا ويرجعوا. نعم. حتى ذاته يعني احنا ادينهم الامتحانات. يمشوا يرجعوا وفي ضعف كده دارين هم يرجعوا عشان ما نقدر نشوف نقطة الضعف نعالجوها وبعدين نقفل المدرسة. فعلى حسب ظروف الامطار خلاص انا ما رجع. طيب المدرسه قفلت 5، احنا حسي في شهر 11، 6 شهور، حاسس شنو مش فتره طويله؟ والله فتره طويله، انا حاسس ذات انه قلنا كان الناس الناس المكتب يلزم لنا المعلمين عشان نقدر طيب. طبعا الفتره دي فتره بتاع حصاد كمان ناس منشغلين شديد جدا. ايوه اذا الناس مشغولين بالحصاد. طيب الحمد لله حسي وزير التربيه والتعليم هيقابلك بعد شويه ممكن تناقشوا معاه عشان المدرسه تفتح ثاني ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا. دي اتويزاع اللي انت بتسمع فيها دي؟ تاكا دوغلي؟ تسمع طوالي؟ أي. برنامج بتسمع شنو في زعت كادوغلي؟ أحسن برنامج أنت بتسمع شنو في زعت كادوغلي؟ بتحب تسمع شنو دائما؟ أنا بسمع الإذاعة. لا الإذاعة ما فوق حاجات كثيرة، تسمع شنو؟ الإذاعة تحب تسمع غنى ولا كلام شنو؟ غنى بس؟ أي. بتسمع من بيتين لبيتين؟ يومي؟ الراديو ده بتاعكم ولا بتاع أبوك؟ أيوة بيخليك تسمع بكل يوم. انت بتمشي المدرسة؟ اي. بتمشي المدرسة؟ اي. سنة كم؟ سنة ثالثة. ثالثة شاطر؟ اي. كويس مبروك. والله ما شاء الله بيت سمح. التجارة دي عملتها أنت ولا أصلية؟ هو والدي. ها؟ ما يكلم هو؟
من وين؟ منين؟ ده تنباكو عادي ولا في حاجة تانية؟ ده تنباك. تنباك أيوة، يعني ما سجارة خضراء. كويس. اسمك من أنت؟ اسمي كشا. كشا؟ كويس تمام ما شاء الله. أخونا سليمان طبعا أنت المساعد الطبي في منطقة إيري هنا. عايزين تورينا نسبة الحالات اللي بتشوفها في اليوم، يعني كم حالة تقريبا؟ والله أقل تسجيل اليومي يكون كم 40 كم 50 كم 50 الحالات الشائعة شنو؟ ملاريا قريبا. نعم حالات الحميات. حميات وملاريا. في إسهالات؟ إسهالات حالات بسيطة بسيطة يعني بكون نتيجة للحميات بس. طيب تاني شنو اللي مراتك باقية؟ والله في التهابات اللي إسهالات شوف أصفار انتهى الجهاز التنفسي. أمراض العيون كيف؟ العيون فيه مرة في إسهالات لكن ما أردت كده. في الدود الغينية ولا ما في؟ ما في أمراض بلدين ديدان ما في؟ ما في. اللدوة متوفر عندك؟ اللدوة متوفر عندك الحمد لله شكرا جزيلا. عندك مكان لمثلا إقامة مؤقتة لو جاك عيان مثلا زول عايز تعمل إدريك ولا حاجة؟ بس الحاجة الوحيد كنا دايرين لنا لكن ما لحد ياسم ما في أي حتى لو جانا حالات كده ميات يعني دايرين عشان ما يكون بس تساهل علاج او في اسهالات مثلا عشان ما نسقي غلط فيها التروية في خلال فترة ما في ما في. في عندك كاوتش وعند الدروة وحاجات زي دي ما في اي دروة ولا اي حاجة. في ميزان ضغط وسماعة؟ في سماعة وميزان ضغط موجودات. لكن طب بتكشف على زول في شنو؟ ها؟ لو زول عيان بتكشف عليه في عن قريب في عن قريب هو عندي؟ ايوه خير شكرا جزيلا. كده شيل نفس شيل نفس كيف هالزلاج موجود ثاني تشتكي من أي حاجة؟ ما عندي وجع وين؟ في البطن كده مغص يعني ولا مغص؟ الفسحة بتاعتك كيف في اسهال ولا حاجة؟ والله يا اخي في ديدان صغار كده صغار كده لونه شنو؟ ابيض صغار كده زي شكله بتاع السمسة الصغير ايوه ايوه معاه مخاط ولا زي مخاط والله يعطيه مخاط كده لكن في اللمسة ايوه خير شكرا. طبعا بتعمل لي اول ثاني الديسنتاريا السلام عليكم كيف يا شباب؟ الحمد لله بتسمع مسجل بس ولا راديو كادوغلي كمان؟ مسجل الراديو برضو تسمعه؟ بسمعه تسمع راديو كادوغلي ولا إذاعة تانية؟ لا إذاعة تانية إبياتة؟ درمان درمان كمان؟ مبروك أحسن برنامج بتحبه شنو؟ أحسن برنامج في درمان شنو؟ أحسن برنامج طيب لو ما برنامج محدد يعني شنو اللي بتحب تسمعه اغاني كلام شنو الاخبار بتفضل شنو يعني تسمع في الاذاعه اصفر الاخبار ما تسمع النشره كيف ما نسمع ايوه تسمع النشره اكثر طيب شكرا جزيلا ايز سامشي What did he say about it, man? Was he in Khartoum? Go. Did you have a tag or a bit of a bit? No. Did you have a tag? جنبيت بتاعك؟ لا ده جنب مراتي ايوه كويس
It's a complete house for livestock. Newly born. One day, I swear. Yeah. Sure. Mm. It still has the cord on the stomach. I think they use this to stock the dura. The traditional store. Yes, it has no door. It will be open from above and they put the sesame inside it. It can be stored for more than 1 year and after that they can eat from it. مرحبا في المدرسة؟ أيوه سنكم؟ ثالثة يلا أدينا أغنية صغيرة كده من بتاع جبال النوبة هنا بروتانا أردو لنا في الفضاء العالم وبين العالم يا بنا سودا يا بنا ندكم يا بنا بيبا يا بنا ندكم نان جند الله جند الوطن تقول له سمسم ما شاء الله كامرانا خذ كده جرب كيف بعد ما نشوف حطينا في الكوة ولا بس تنحسي بعد نشوف ايوه جبتوه شنو بدقوا بحاجة ولا بس فتوها حتى برا حتى برا وأكل بيسووه شنو؟ بيسووه ملح شنو؟ كن يمرو؟ شكرا جزيلا Yesterday there was an accident of fire here in this area. So 15 houses were burned completely. Is there any casualty? Fizzle it was far? No. كم البهايم اللي ماتوا؟ والله مات زي 10 كده. بان؟ لا غنم. Fortunately, no casualties, nobody died, but there is about 10 sheep dies here, burned inside because part of their habit to keep the cattle and sheep inside houses in order to protect them and feed them. Yeah. So all the properties, garments, clothes, everything just lost. السبب بتاع الحريقة دي كان شنو؟ والله السبب النتيجة ما أعرف من عند حد يقول إنه النار كانت واحد. لا يا ما تفا أنا كفر النار اسم جنون الفحم وما كتب زيت يعني. وحبة الحوا كده وقامت ثاني. We can see that because the roof is made of grass, so all the roof went off here. But the people are starting to grow and to build again. Even this place which is used to store sesame, also the roof burned. Assalamualaikum. This man after his hut went off, so they built it again within 1 day. And all the people in the village, they helped him to build it again. So part of what's called Nafir or Harambe. كم نفر ساعدوا في البناء بتاع البيت ده تاني؟ كم نفر ساعدوا في البناء ده تاني؟ قلت الحرقة دي بتاعتك؟ عندك كم نفر ساعدوك في بناء تاني؟ لا ثلاثة نفر. ثلاثة نفر. بنيتوه في كم يوم؟ لا في يومين بس يومين بس؟ كويس مشا... بكره الطهر الصباح انا مشيت في كان بيت هناك مشيت جبته اسمه شنو تجيب ان شاء الله ما يكون في حاجات كثيره اتحرقت لك جوا البيت يعني اتحرق لك كل مره جيب. ايوه في زول يتعوق ولا حاجه؟ لا لا ايوه السبب بتاع النار دي شنو؟ كان في نار كان قامت هنا ما اعرف قام بتاع بون ولا ما بون ما اعرف ولما اسمه شنو المره لما اسمه شنو لما الجمر
كتله في النار كتله في اسمه شنو هذا بالمويه وما ما تفته كويس ما تفته كويس آه ربنا يساعدكم ان شاء الله والحاجه كويسه انه عندكم روح بتاعت نفير والناس ثاني قوموا الحاجه في لحظتها ان شاء الله ربنا يوفقكم والناس بنفس الروح البنتوبيه القطيه بتاعتك دي الناس تعمر بيها السودان كله ان شاء الله شكرا جزيلا عدس عدس شو العدس بقى كيف سبحان الله لأن any development now is taking place. This is the grinder for the dura. And this is the generator that used for the grinder. Even they have a satellite for the people to see what's going on in the other part of the world. So as to be connected. And this is the area where the people sit. They have, it's like a club for the people to see. Usually there will be many visitors, they will come here free of charge to see the different channels of the TV and also sometimes they brought some video film. أفلام الفيديو اللي بيتعرضوها عن شنو تقريبا مرات؟ نوع شنو الأفلام اللي بيشغلوها؟ ثقافية ولا أفلام عادية؟ لا أفلام عادية كده أفلام مرات منه أفلام هندية مجاني ولا بقروش؟ مجاني أيوة وبيشوفوا قنوات تاني برضو بيشغلوها لكم من الدش؟ ام بي سي والجزيرة هم دور ما بيشوفوها؟ لا دور ما المرات الاخبار شكرا جزيلا بيلينيا الان النساء في قريه بيلينيا بيحاولوا يشيلوا المويه عشان ما يساهموا في نفير لبناء المنازل للمعلمين في مدرسه بيلينيا ايش هاي؟ ها مبروك انت مع العيش ده الموسم حشيته حسي ولا بيتين؟ اي والله كويس ماشي ما جاب كهرباء والله تمام
شنو الشاي هذا؟ لا تبس تبس ايوه تمام ايوه وليه هناك تبس اخضر وهنا تبس اصفر؟ لا لا ما خلاص نجد احسن ده ولا ذاك؟ لا لا دي عندك جراي اه دي كنت تراب بس ايوه ما بتاكل؟ ما بتاكل ده لسه كويس جدا انت لسه الدايه بتاعت بلينيه ولا غيروك؟ لسه لسه؟ آه كيف حسي الحالات كيف ان شاء الله في زياده في الولادات؟ الحمد لله الحمد لله اخر مره ولدتي كان بتين؟ ما اخر مره ها؟ اخر مره عملتي حالات بتاعت ولاده كان بتين؟ انا ما بعرف سنوات لا اخر زول ولدتي وكان بتين؟ اخر مره ولدتي قال لك انت مش اللي اصلا لقيناتي اخر مره لقيناتي كان صور السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. الله أعلم. أنتوا النفير ده عايزينه ده أنت منو شنو؟ عايزين نعمله طاولة ذاتي بتاع المدرسة. المدرسة. أي. دي المدرسة ذاتها ولا البيوت بتاعت المعلمين؟ دي البيوت بتاعت المعلمين. والله كويس. حتبنوا كم قطية إن شاء الله؟ عايزين نبنى أربعة زائد حسب المعلمين الموجودة. كويس جدا جدا. أي. المدرسة فيها كم فصل؟ المدرسة فيها ثلاثة فصل. ايوه ربنا يوفقكم ان شاء الله. يوفقنا جميعا. طبعا دي منطقة بلينيا مش كده؟ اه دي منطقة بلينيا. ايوه الناس اللي فيها مع ايام الحرب دي كان مشوا لحتة ثانية ولا نزحوا لكمان محل ثاني ولا قاعدين في مناطقهم ذاتها؟ لا من ما نزلوا ما يتحركوا في محل ما تحركتوا؟ ما تحركوا. ولا حتى كان طلعتوا في جبال فوق؟ طلعنا 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 وين؟ طلعنا نحن كانوا قاعدين برا. ايوه وجينا السنة الفاضلة بتاع ندينا السلام. ايوه ندينا السلام. آه بلينياك دي فيها كم نفر؟ مواطنين كلهم؟ مواطنين؟ اي 600 600؟ كويس. وعندكم كوادر صحية؟ اي منو؟ كم؟ و 24 في رمضان ما 24 لكن رمضان من الناس الممتازين كان لما عمل تدريب في كادوغلي وكان من أحسن الناس اللي تدربوا. اي تمام. لا ما يجينا مثلا الخضار دايرين المدافع واحده عمل النبيل ودي وسيلة تقليدية لتكوين الفول السوداني طبعا بيخطوا فيه شوك بالأطراف حتى إنه الأغنام وبقية الهوام ما تحاول تاكله أو تلوثه. الأسباب خلتك تجي راجع شنو؟ الأسباب؟ سبب طبعاً اللي قاعد في البلد دي قاعد مو كذا صحيح ما عندي محل معين مركز كذا عشان يركزني ولا ما مرتاح وانا بلدين دي فيها نية عشان نجي نرجع لكن حاجة طبعاً يرجعني عشان يجيبني وصلني لباقي الاهل ما في والحمد لله انا بازرت وجيت. انت لك كم سنة بعيد من المنطقة بتاعتك اللي اسمها تومة؟ لي 14 سنة. وكنت وين؟ كنت في ولاد القدارف قرية شوك. شغال شنو هناك كان في الشوك؟ والله ما عندي شغل مركز عندي شغال في اعمالي هره بس ما عندي شغل مركز كده ما عندي. طيب كل الناس اللي هناك عندهم النيه دي انه يجي راجعين؟ الناس كلها جميع الناس كان في القضاري وكان في ولاد كسله كلهم مسرين عشان يجوا. كم متوقعين يجوا في شكل قافله؟ انا كمان لما كنت عندكم قروش تعملوا تبر
تجمع قرشتكم ده تمشي تقدم اطلبكم في محافظ حتى بعد كده يمكن يصدق عليكم اربيتين ولا ثلاثة الاربية عشان تقدم بيهم. اقل حاجة يعني زي اللي قاعد رباط كبار ديري اثنين ولا ثلاثة كده يا خمسين بشوية. جنب التوجه. عبد الله في سؤال لك، انت حسي طبعا قعدت 14 سنة في منطقة تانية غير المنطقة بتاعتك، هل جيت بأفكار بخطط معينة عشان تساعد بيها في التنمية بتاعت منطقة التومة بتاعتك وساعد بيها أهلك؟ أنا أتمنى ما الأفكار دي حسب إذا أنت اللي جيت المجال خشيت في ناحية الدرس وفي ناحية التعليم هاي كتير كده انت بتقدر تحط الفكره في راسك عشان ما تيجي تقعد اهلك توريهم وتوايهم في شوارع اللي انت لقيته. لكن انا مين ما مشيت نزلت في الهيتي دي اللي هي طلعنا انا ما ركزت ما والفاده بدا كله بس قاعد افتش من دار ما حلو معيش. ايوه يعني رزق اليوم باليوم. أي. طيب انت حسي قلت عندك في اطفال اثنين في المدارس، في طفل في اولى في طفل في ثانيه. نعم. جيت هنا هل يعني بعد ما سالت ضمنت انه التعليم بتاعهم حيكون مستمر حتى نجيبتهم ولا جيت مجازفه ساي؟ والله انا اتمنى ساعتها انا سامع خبر هذا البلد ان البلد هازل شنو ما هازل شنو وبقت كيف. يا هو انا اتمنى من زمان اني في البلد عشان نجي راجع ودو مجال ثاني لقيت فرص بانه بلدي خلاص قفلت ما هي النهايه. طيب المعلومات كنت بتجيبها من وين يعني؟ منو بتعرف اخبار البلد من وين؟ انا ما في اهلنا من هنا قاعدين يواصل فينا. ايوه اهلنا من هنا ضمن الوتفه طوال قاعدين يجونا. ايوه كويس تواصل معنا. وهنا كمان في واحدين بياخذوا اجازات من هناك اللي شغالين في الدخل الحكوميه ويجون. حسيت انت ناوي ان شاء الله تستغل تقعد طوالي ولا زي الناس اللي بيقعد يومين ثلاثه وواحد يرجع ثاني؟ والله احنا الحمد لله وصلتها. انا من يوم الليل انا مستقر في بلدي الحمد لله. هاي. ما في حاجه ثانيه بيحللنا انا شيشه كده ولا نمشي كده. اذا كان ما عندي نيه ما كان بيجي. ربنا يوفقكم وتتعاونوا مع بعض عشان ما تطور المنطقه بتاعتكم وترجعوا احسن من ما كانت. جدا. ان شاء الله. الناس اللي بيجوا راجعين اراضيهم وبيوتهم بيلقوا؟ هاي بيلقوا طبعا. بيلقوا الكتير هو اللي يبينوا ثاني يعرفوا. أيوة. والزرزور بيكونوا قاعد يمشي النتف ويشتغلوا. ما في حاجه يعني يعني ما في مشكل بعد ارض شاله زول وكان ما في؟ لا 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 ارض شاله زول اللي راجع يلقى في زول قاعد فيه. لا لا ما في ازعاج. ما عندي كلام زي الناس كله اهل واهل كثير كانوا متفر للهرب. لما زول كان يعني زول كان جاب بيسكن من اهوانه يقدر يعني عنده موازاته هو بيصرف فوقه يصرف معه لحد ما هنا. لكن الله جابوا يعني حاجه كده الحكومه تجيب لنا حاجه هنا نصرفهم. يعني انت بتبلغوا الحكومه بعد الزول للعائد يجي تمشي تقول لهم فلان وفلان فلان جه كذا وهنا زي ده هم بيرسلوا لكم حصل يعني الحكومه ادتكم حاجه مساعدات لهم؟ لا لو ماشيين بطريقه زي ده نقول له يعني في يعني زول نزلوا كده وهنا برضه بدون يعني السلام عليكم. الفول ده حشيته من وين؟ زرعتوه انتوا ذاتكم كان؟ بيقعد كم حتى بعد ذاك الانتاج ده يطلع؟ يعني الزراعة بتاعه بيقعد في الوقت كم؟ لا ما قد نحسب ذاته. المحصول ده حسي انتوا بيبيعوه ولا بياكلوه؟ بياكلوا في السنة دي كله ولا بيقعد تاني؟ بياكلوا في السنة دي كله. ايوه كويس. حسي ده كل المحصول عندك ولا تاني في واحد لسه ما حشيته؟ ايوه مبروك. تاني بيزرعوه برضه ولا في السنه بيزرع كم مره؟ بالسنه تاني. تاني بتزرعوا مره؟ بالسنه نسروا. وبيخزنوه كيف ده عشان ما يبوظ؟ نسروا كيف؟ بيخزنوه كيف؟ يعني بيعملوه حفره ولا بيحطوه في حفره؟ حفره؟ كويس. طيب مبروك. انت قريب ولا
لك جيبة البنتية طبعا دي كرونجو عبد الله القديمة دي الأثار بتاع ده طبعا الشجرة دي مسمى جدا جدا اسمها شجرة السن عليكم. اهلا بلدكم دي سيما شنو سيما شنو بلدكم دي لا يا تجيبال كرونغ عبد الله ولا يا تا كرونغ عبد الله كرونغ عبد الله اي تمام اي سلام شال شنو ده فول ولا شنو فولة زرعتي انت يلا حميد انت ولد الدود والله كويس انت في سنه كم ما قاري ما في مدرسه هنا يا دوب الله يا دوب الله يا طبعا كرونجو عبد الله واحده من المناطق الممتازه جدا جدا في جبال النوبه ولا وين كم بكم كرونجو عبد الله كرونجو عبد الله يعني بلد منطقه كويسه جدا وممتعه بالذات في رمضان سكانها كم تقريبا والله سكانها ما يغادر عن قريب كان 6000 نسمه كده تقريبا الخدمات اللي فيها شنو من ناحية الصحة والتعليم لا الخدمات اللي فيها خدمات والله مكتملة جدا جدا ما ناقصة أي شيء فيها مركز صحي نعم فيها مركز صحي بدكتور فعلا طبيب ولا مساعد طبي مساعد طبي أيوة وفيها مدرسة فيها مدرسة هي. فيها كم فصل فيها 8-10 فصل 10 فصل ما هو في إحنا عارفين لغاية سنة تامنة الاثنين ديل شنو ديل طبعا كان زيادة أيام ذاك سنة أولى وسنة ثانية أيوة كويس خير كان علوم كانت في ايدي التمرد المنطقه دي نعم كانت في ايدي المتمردين ولا ما وقعت اصلا والله هي كانت فيها بدري قبل فتره بدري بدري هاي بدري كانت فيها هاي في 89 كان بتاع خواري ايوه 89 ورجعت بيتين لا رجعت 95 95 بيتين عامل الدكان بتاعك ده الدكان ده ما الدكان ده في اسمه ايوه لا بدايه التسليم سنة 2002 بتبيع كويس الحمد لله والله كويس ما بطلت في اليوم بتبيع تقريبا بحوالي كم طيب بتجيب البضاعة من وين؟ من قالون من قالون بشنو بلواري طبعا فيها خضر الفتدلة قريب من جوا ببابور لكن حاسس السكة فاتحة ما شاء الله في عدد كبير من العائدين جوا المدينة دي؟ قديم ولا جديد؟ لا حس يعني لا ما شاء الله كلهم عايدين ايوه عايدين تقريبا الحمد لله كنت كويس يعني انتوا ناس المنطقه القدام هنا ايوه الحمد لله ايوه رجع لما كان في الايام بتاعت التمرد ده انتوا كنتوا وين؟ يا سلام انه في الجرور هنا في كروجو اه لا هسه قاعدين ولوك كادو اللي ده ماشي قلناه ايوه يعني اصلا ما مشيت على كادو اللي بس قاعدين هنا كله قاعدين ثابت هنا ايوه في عدد كبير من العايدين جو راجعين ثاني في ناس عايدين جو راجعين حسي اي الناس راجعين اكثر الناس جو من وين؟ جو من الخرطوم والجال من القدار ايوه كويس ربنا يجيب السلام دايم ان شاء
شاء الله ان شاء الله والله الحمد لله ما عندنا اي حرب ثاني ما الله ان شاء الله يكون ماشي ان شاء الله الفواكه دي بتزرعوها وين زرعت طرف البحار طرف البحار اي ايوه المزارع دي بتاعتكم انتوا ولا انتوا بتشتروا تشويه ساي بس لا انا هنا قاعدين نعمل ايوه كويس ايوه ما شاء الله اكثر حاجه تزرعوا شنو جوافه ومانجا وتان شنو ليمون ليمون كمان اي تمام وهنا برضو قاعدين نعمل حاجات في كل وهنا طماطم وهنا ده جرجير طيب البضاعة بتاعتكم دي بتبيعوها بس هنا ولا مقابل يودي منها كادوك لي؟ لا برضه بودوك كادوك لي خير بودوك شنو؟ ان شاء الله اي الشطة الصغيرة دي اسمها شنو؟ ها؟ ولا ما عارفها؟ اسمع الشطة الصغيرة دي اسمها شنو؟ دنقابة؟ دي كم لكم؟ كم لكم سنين الشطة دي حارة شديد مش كده؟ اي دنقابة زرعتوه انتوا ذاتكم ولا انتوا بس تبيعوا ساي؟ زرعنا علينا ذاتنا جنب البيت ولا في المزرعة هناك؟ في المزرعة ده طبعا الفرن بتاع كرونج عبد الله بيبيعوا العيشه ب 250 الحمد لله هذه المنطقه الواعده قد عادت الى احضان الوطن والآن تنعم بالسلام ونتمنى أن يكون هذا سلام دائم حتى ينعم المواطنين بهذا الاستقرار والحرية وتنمية مناطقهم رايك شنو في الجولة دي؟ والله يوم ظريف جديد يعني الله يبارك فيك عشان طبعا انت المحلات دي ما شاء الله حفظتوها كويس وعرفتوها حته حته نعم حقيقة يمكن دي مرة الثالثة اللي اجي هنا في السنة الفرد هل بترى انه في تقدم في المستوى بتاع معيشة الناس ولا هي هي؟ والله يعني في تقدم ملحوظ جدا يعني في المعيشة والحركة بتاعت المواطنين يعني في ناس جوا يعني كثار عادل الحمد لله طيب حاول اعرف نفسك عادل ابراهيم محمد رحال من كادولي خالد من صندوق تحت الوشع الله يبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله حقيقه انا حسن موسى ام كرونج عبد الله هنا يعني نقول كلام لأنه ليه في معدة لمنظمات جات في كورونغو لأنه ما يزور الأهل العائدين من تمرد ويزالنا كثير إنه حوجة بتاع المنطقة لكن ما شفنا شيء على جاء جابوا لنا كمنظمات ونحن زادوا شكوني في الموضوع إنه الناس بتجونا كشكل سياسة وما في شيء عشان ما يجيب لي مواطنين ينفوا في حاصل التمرد ونهنا يعني نهنا نقابل الوفتة اللي بيجونا لأنه يفقد المنطقة
نحن ما نقول شيء، لكن نحن محتاجين لأشياء عشان ما يجي يعني يطور منطق، خاصة التعليم، محتاجين لتعليم شديد، ودارين كيف أنه منظمات تهيئ المنطق. وشكرا جزيلا. طيب بالنسبة للناحية بتاعت التعليم، أنت حس عندك كم طفل في سن التعليم محتاجين ل يعني مدارس تفتح لهم؟ والله عندنا هسة في سن التعليم عندنا 600 الطفل في سن التعليم، وبدون لسه ما قبلوا في التعليم، زيادة عدد كبير جدا يعني. طيب احنا حسي حنطوف بالكاميرا نشوف المدرسة بتاعت كورونجو، ونشوف الوضع بتاعه، يعني حتى الأشياء المحتاجة لها حاجات بسيطة لتأهيلها، يعني يمكن يكون في 4 فصول قدامنا ظاهرة، في واحد من الفصول السقف بتاعه مخلوع خلع تام، محتاجة لبعض الشبابيك والأبواب، يمكن يكون الكنبات اللي بيقعدوا فوق الأطفال. طيب بنسأل المعلمين الأساسي موجودين كم؟ المعلمين هسه حاليا يعني تحصل لنا 10 معلمين. 10 معلمين، لكن ما كفايه. خير يعني 500 طالب. نعم يعني ما موجوده، يعني دايرين 20 تاع المعلم. طيب هم مدرستين مفروض يكون واحده اولاد واحده بنات، مش كده؟ نعم. طيب المدرسه بتاعت البنات مبانيه ثابته ولا ما ثابته؟ ما ثابته. طيب احنا هسه حنطوف عشان ما نشوف مدرسه البنات من هنا. دي المدرسه بتاعت البنات. الجانب المتعلق ببقية الخدمات، على حسب ما اللي عرفناه منكم انه كرونجو عبد الله فيها تقريبا حاليا حوالي 3400 مواطن موجودين، وفي 3000 متوقع انه يجوا. نعم. عندكم في طرمبات المياه، في 4 طرمبات عامله، في طرمبتين متعطلات، في طرمبه متعطله تعطيل كامل. نعم. شنو ثاني عايزينه في مجال المويه، لانه المنطقه دي منطقه زراعيه، عشان نعم. ما تقدروا مثلا تروا المحاصيل بتاعتكم وتكون المنطقه الزراعه بتاعتكم تكون زراعه يعني انتاجيتها عاليه. نعم محتاجين الزراعه، محتاجين حفيره ايوه جوه المشروع. مضبوط جدا جوه المشروع، عشان كيف انه الناس تنقل مويه قريبه له. شنو المحاصيل اللي بتزرعوها؟ نحن بتزرع عندنا السمسم وايش وجزء من البركه، حاجات كثيرة كركديه وشنو ما ادرك. برضه شايفين ما شاء الله يعني السوق بتاعكم فيه جوافه وفيه ليمون وفيه مانجا، دي بتزرع هنا ولا يجيبون برا؟ لا في جوا الحله. جوا الحله. طيب بيسوقوها وين الحاجات دي؟ اذا السوق مثلا استيعاب القدره القوه الشرائيه بتاعت الناس مثلا محدوده، هل في حاجات بتودوها كادوب لياو بتبيعوها في حتات ثانيه؟ نعم فوق كده قبل تمرد. ايوه انه ودي كادوب لي، لكن بعد ما جات تمرد طبعا اختلف الجنينه. نعم. لكن هسه حاليا في السنه ده يعني شويه بقينا نوديك ادويه شويه. نعم. ثاني في محلات بتودوا ليها؟ مثلا كيلك برضه نودي كيلك وكتشه وابسلون. مضبوط جدا. طيب الوحده الصحيه اللي عندكم بترعاية منظمه؟ ده منظمة البر. نعم. فيها مساعد طبي؟ مساعد طبي اي. والادوية متوفرة الحمد لله؟ الادوية ما متوفرة. ايوه. من هنا قاعدين بدون علاج ذاتي. ايوه. هذا الشيء برضه محتاجين شديد جدا. خلاص. يعني عدد كبير جدا تحتاج للعلاجات. كلام جميل جدا. عايزينك تدينا يعني نداء او رسالة نوصلها لاخوانك ابناء المنطقة بتاع كرونجو عبد الله الموجودين في الخرطوم ومناطق السودان المختلفة. والله هنا محتاجين طبعا عندنا الكواتر موجودين في خرطوم. نعم. في مصاعدين. نعم. ومحتاجين انه يعني يوفر لنا المصاعدين، بس يعني ما يجي يمسك المنادق كرونجو عبد الله هنا. خير. لانه المساعده الموجوده هسه ما كفايه. ربنا يوفقكم ان شاء الله، والمنطقه دي تعمر وتكون حاضر من حواضر ولايه جنوب كردفان، لانها منطقه واعده انها تكون من المناطق المشهود لها بالخير في سودان الحبيب ان شاء الله. شكرا كثير. بارك الله فيك. نحن الان نحاول ان نبارح كادوغلي الى مدينه ابيي في هذا الصباح الاغر، وسوف نلتقي بكم بعد قليل ان شاء الله الى الطائرة التي سوف تقلنا بإذن الله الى أبيي.